مازن الشامي عضو شبكة شام بدمشق وريفها. مازن، كيف هو وضع العاصمة هذا الصباح وخاصة الأحياء الجنوبية؟ نعم، القصف هو الآنف اليوم على أحياء دمشق الجنوبية وخاصة مخيم اليرموك والحجر الأسود وشارع الثلاثين، وسقوط قذائف هاوية بمنطقة المحكمة ومدخل ساحة الريجة صباح اليوم، بالتزامن طبعا مع اشتباكات على مشارف مخيم اليرموك في محاولة اقتحامه من جديد من قبل كتائب الأسد. كما طال القصف يعني شارع فلسطين ومحيط الدوار والمناطق المتاخمه من يلدا والعروبه، والان قصف مدفعي يستهدف مدينه الداريه والمعظميه والمنطقه الواقعه بينهما، بالتزامن مع توجه تعزيزات عسكريه صباح اليوم في هذه اللحظه. طبعا منذ قليل كانت تعزيزات متوجهه الى مدينه داريه، والقصف متواصل على البساتين الغربيه والجنوبيه للمدينه، ولا زال القصف العنيف متواصل على عده مناطق بالغوطه الشرقيه وخاصه كفر بطنه وصقبه وحموريه ودير صافير والمليحه، واعنفها على المليحه التي اشتد القصف في هذه اللحظه على البلده، وذلك لليوم الثاني على التوالي. والجيش الحر لا زال يحاصر اداره الدفاع الجوي، واشتباكات عنيفه تجري الان في محيط اداره الدفاع الجوي في بلده المليحه، وايضا اشتباكات بين الجيش الحر وكتاب الاسد بالقرب من اداره مركبات في حرسه في الريف الدمشقي، ايضا في نعم. الزبدان يعني كتاب. نعم، طيب بالنسبة لدارية والمعظمية كيف هي الأوضاع هناك؟ كما ذكرت لك يعني لا زال الجيش الحر يعني يحاول اقتحام مدينة دارية من المنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة، لكن اليوم يعني كان هناك عدد كبير من القتلى من كتائب الأسد، يعني الجيش الحر صاد الاقتحام ببسالة وكبدهم خسائر بشرية كبيرة لكتائب الأسد عندما كانوا يحاولون اقتحام مدينة دارية. نعم، إذن مازن الشامي عضو شبكة شام من دمشق وريفها، شكرا جزيلا لك.